اولا كنشكركم على الاستضافه، وثانيا كنبغي نوجه لكم واحد الشكر كبير للذاكره المشتركه اللي رحبوا بنا في الكليه ديال سلوان، ولنا شرف كبير باش يكون عندنا هذا الفن في مدينه الناظور ونرسخوه في اذهان ديال الطلبه ونستافدوا منه بزاف. يعني احنا ما عندناش بزاف ديال السينما في مدينه الناظور باش نمشيو ونشوفوا كيفاش كدار السينما ونتفرجوا في السينما، وما عندناش القاعات ديال السينما في الناظور. كنظن انه شي حاجه مزيانه يكون شي مهرجان بحال هكا في الكليه ديال سلوان. اول يوم ديال المهرجان كنت هنا وكان عجبني الحال بزاف، حال في الافتتاح لحقاش اول مره كنشوفوا بحال هاد المهرجانات الكبار كيجيو عندنا الناظور مدينه الناظور. وكنبغي نشكر مدير ديال هاد المهرجان، مدير التقني والعميد ديال الكليه اللي استضاف هذا المهرجان وكان بصدد الترحاب ديال هذا المهرجان. و يعني كنشوف بادره متميزه في اقليم الناظور. المهرجان الدولي للسينما والذاكره المشتركه يعني هذه السنه هذه كان مختلف ظل هذه الازمه اللي كيعيشها البلاد، جائحه كورونا. يعني نقدروا نقولوا انه كانت شي حاجه مزيانه انه يكون هنا في رحاب الكليه متعدده التخصصات في الناظور، يعني باش ان الطلبه يكونوا قراب من هذا النوع يعني ديال السينما ويتعرفوا، لان كنشوفوا يعني الاغلبيه ماشي غير الطلبه ديال الناظور ولكن الاغلبيه الطلبه ديال المغرب ولا يعني الناس بصفه عامه ما عندهمش إلمام بهذا الناحيه ديال السينما وكذا. يعني كنلقاو غير واحد الفئه قليله هي اللي كتهتم. السبب البارز هو انه يعني ديك الثقافه ديال السينما يمكن ما كبرتش معنا من الصغر، هذا من جهه اخرى انه يعني ما كاينش يعني بزاف دي حتى يعني مثلا احنا في المدينه ديالنا السينما مسدوده، ولا في بزاف ديال المدن كتلقى السينما مسدوده كيقول لك راه كانت شحال هذه، يعني ما كايناش. دابا حنا كجيل مثلا ديال المهم 1900 ما شفناش انه مثلا هذا الدور ديال السينما وديك الثقافه ديال ان بنادم كل ويكاند يمشي للسينما ولا، فهمتي؟ كاين هذا هو السبب. و يعني هنا خص تتم إعادة النظر. هنا يعني الميساج كنوجهو لوزير الثقافة أنه يحاول إعادة النظر في دور السينما، وتا السينما تكون كتحاكي ما هو يعني قريب لينا. مثلا هاد الشيء اللي كنعيشوه قوارب الموت مثلا تكون شي حاجة في هاد الإتجاه، إلا شي مثلا هاد الجهة مثلا منطقة الناظور بزاف ديال الناس مثلا اللي كيفضلوا انهم مثلا يختاروا الهجره لاوروبا. يعني ما كرهناش ان السينما تبقى تحاكي شي حاجه اللي قريبه لنا. واصلا الثقافه ديال السينما عندنا هنا منعدمه، ماشي شي بها منعدمه بصح، حيت ما عمرنا ما هضرنا على السينما ولا اصلا بانت لينا شي مشروع ديال السينما ولا هضر عليه شي واحد كاع. فضاء ديال انك تشوف حوايج او افلام و عالمية بنادم كيديرهم بدل ما تفرج في البيسي في مواقع كيقرصنوهم وتفرج فيهم، على الأقل تستمتع بالتجربة ديال السينما ديال أنك تشوفهم في شاشة كبيرة. ما عمرنا دخلنا قاعة ديال السينما ولا اختبرنا السينما كما هي. كانوا عندنا أساتذة كيجيبوا أفلام وكيعرضوهم في الحصص اللي ما كنديروش اللي كيكونوا عندنا فيهم نديروا انشطه جانبيه، غالبا كيكونوا اساتذه ديال الفرنسيه كيجيبوا افلام وكنناقشوا الفكره ديالهم وكيفاش كان التصوير كيفاش كان الاخراج، لدرجه اننا واحد العام في الجدع المشترك كنا درنا فيلم قصير، ماشي حنا اللي صوبناه، كان غموض ديال فيسيل عاودنا له الاخر درنا اللايف اكشن ديالو. وفي التاسعة كنت كتبت مسرحية. هو كان عندي ميول لهذا الشيء ديال السينما، ولكن بحكم ان بلاصة فين غتقرايها وفين غتكوني فيها مكيناش انايا في جهة الشرق، ولكن علاش مشيت مع القانون. اول حاجة راه حاجة كاع الناس ديال الناظور عارفينها هي مكيناش سينما في سميتو في المنطقة ديال الناظور اولا، المهم هذا سبب اول ورئيسي ووحيد. او بعدا ما كايناش سينما في الناظور. وبالنسبه للاهل ولا شي حاجه بحال هكاك ما كنظنش بلي كاين شي مانع ان بنادم يحضر السينما. المهم كنعوضوها دابا بالتليفونات البيسيات.